النهارده مصر هتستضيف بطوله كاس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات في الفتره من 17 وحتى 20 مارس الجاري. ده جه خلال مؤتمر صحفي بالقاهره للاعلان عن تفاصيل بطوله العالم للجمباز، زي ما قلت لكم المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. هتشهد البطوله مشاركه ما يقرب من 281 لاعبا ولاعبه من 34 دوله، وهو عدد كبير مقارنه بنسخه العام الماضي اللي شارك فيها 16 دوله فقط بسبب تفشي فيروس كورونا. هنشوف تقرير بعد الفاصل، نستقبل بعدها نجم كرة السلة بالنادي الأهلي الكابتن محمد أبو النصر بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. This competition has a fantastic organization. البطولة دي بقى ليها سمعة كويسة جدا حوالين العالم، والتنظيم مفيش زيه، والناس كلها بقت عايزة تيجي تاخد البطولة دي عشان عارفة كفاءة الاتحاد المصري جيد جدا. So, but in addition, I would like قصة نجاح الاتحاد المصري للجمباز إن هو من بس 10 شهور قدر ينظم كأس العالم، أول كأس عالم، أول كأس تشالنج كاب في مصر، وبس بعد 10 شهور قدر ينظم كأس العالم للجمباز السيريز اللي هي هتبقى خلال 3 سنين، وإن ده بالعادي بالنسبة لأي اتحاد خطوة كبيرة جدا، وإحنا بنتخطى كل الخطوات دي وبننظم حاجات فأعلى مستوى، وهو وان انا شايف ان احنا ممكن نعمل كتاب اسمه الاتحاد، كتاب ذهبي الاتحاد المصري للجمباز، ونكتب عليه ازاي تنجح. ان انت تلعب البطوله على بلدك وعلى ارضك الموضوع بيختلف تماما، وده النهارده المحك اللي احنا حاطينه للمنتخبات، ان انت النهارده تقول للمنتخبات المصريه في لعبه الجمباز انت عندك كل سنه كاس عالم، لا انت حطيته جوه تحدي ان هو لانه بيلعب في بيته لازم هيتمرن ولازم هيبذل مجهود اكتر بكتير من اللي بيبذله في الوضع الطبيعي، واعتقد ان النتيجه في الاخر هتبقى لينا ولاولادنا ولبلدنا، وهو ده اللي احنا بنسعى له. الحاجه اللي انا عايز اقولها ان البطوله ولعبه الجمباز فيها امكانيات كبيره جدا بتحتاجها البطوله في التنظيم، سواء سكورينج سيستم، كل اللي موجود في البطولة مصري 100%، سواء برامج تحكيم، طرق تسويق، أي حاجة موجودة في البطولة لم نستعن بأي شركة أو أي خبرات أجنبية، كله تم إنشاؤه في مصر، وده يعني فخر لينا، وبفخر إن أنا مصري والدولة بتدعمنا وبنقدر نحقق حاجة زي كده. أجمد أبطال العالم كلهم موجودين، مش بس أبطال العالم، في عندنا في الجمباز الحكام، يعني في أعلى حكام في العالم هم 15 حكم في الفني ولاد وفي الفني بنات، في منهم 10 في الفني ولاد موجودين و9 في الفني بنات موجودين. فالبطولة حتى على مستوى التحكيمي، اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي كاملة هنا، دول ما بيكتملوش غير في بطولة العالم أو الأولمبياد، اللجنة الفنية رجال وأنسات كاملة موجودة في البطولة. الحمد لله، وربنا يقدرنا ونفرحكم كلكم إن شاء الله بإذن الله.